النهاردة هنعمل مع بعض المبكبكة، وهي عبارة عن مكرونة غرقانة في الصوص الأحمر أو في صوص الطماطم، اللي هنعمله بحبة خطوات بسيطة جدا جدا، والنتيجة في منتهى الروعة والجمال. تعالوا بينا نبتدي وصفتنا مع بعض. معانا حلة فيها حوالي 6 ملاعق كبار من الزيت، وأول ما يتقدح الزيت هنضيف بصلتين كبار مقطعينهم زي ما انتوا شايفين كده، وهنفضل نقلب فيهم لغاية ما نوصل للون الجولدي الجميل اللي احنا محتاجينه. كل شوية هنفضل نديها تقليبة كده زي ما انتوا شايفين التغيير في اللون. طبعا واحنا بنقلب ما ننساش نشيل كل البصل اللي بيبقى على الجناب علشان ما يتحرقش معانا. تمام، هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. دلوقتي هنبتدي نضيف المكون التاني، وهو مكون مهم جدا جدا معانا في وصفتنا النهاردة. انا قطعت فلفلة واحدة بس، مكعبات صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، نفس حجم المكعبات اللي احنا قطعنا بيها البصل. ريحة الفلفل اول ما ضفناه على البصل يعني كانت في منتهى الروعة والجمال، ريحته بجد بتبقى مشهية جدا وبتفتح النفس. لو انتوا حابين تضيفوا فلفل حامي يعني مشطشط هيبقى احلى واحلى طبعا، لكن لو عندك اطفال يعني هتضيفي فلفل اللي هو البارد العادي. بنفضل نقلب فيه كده لغاية ما الفلفل يعني يدبل معانا مع البصل، شايفين، وياخد لون كده. بس خلوا بالكم ما توصلوش البصل لدرجة الغمقان. انا قطعت حوالي 3 طماطمات كده كبار، قطعتهم مكعبات صغيرة. بنفضل نقلب فيها كده، هنطول بالنا شوية طبعا على التقليب الطماطم. هي ما بتاخدش وقت خالص، يعني يمكن حوالي 4 دقايق بالظبط او 3 دقايق حتى ما بتكملش، وهتبتدي الطماطم تدبل معانا زي ما انتوا شايفين كده. إضافة الفلفل والطماطم على البصل دي بتقلل من الحموضة خالص، وكمان بتديني لذاذة كده ومزازة في طعم المبكبكة اللي احنا هنعملها النهاردة. هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. خلاص بعد ما دبلت معايا خالص الطماطم والفلفل، هبتدي اضيف حوالي كوباية مليانة من الصلصة، ودي مش صلصة عادية، دي الطماطم البيوريه اللي احنا عملناها في القناة مع بعض من حوالي 3 شهور. واخدين بالكم القوام لسه ونفس اللون يعني ونفس الشكل ونفس الريحة والطعم على فكرة من 3 شهور، هي بتفضل متخزنة معانا حوالي سنة بنفس الجودة وكمان اكتر من سنة. وده برضو الكاتشب اللي احنا عملناه على القناة مع بعض. انا هحط لكم اللينك بتاع طريقة الصلصة والكاتشب ده تحت الفيديو بتاع المبكبكة. انا ضفت يا جماعة كوباية من الطماطم البيوري بتاعتنا او صلصة الطماطم اللي احنا عاملينها مع بعض، وحوالي 2.5 ملاعق كبار من الكاتشب اللي احنا برضو عاملينه مع بعض. لو انتوا هتضيفوا الكاتشب اللي هو في المحلات اللي بيتباع في العلب ده، هتضيفوا 2 ملاعق بس من الكاتشب، لان السكر بتاعه بيبقى بزيادة شوية. طبعا ما فيش وجه مقارنة بين الصلصة اللي احنا عملناها في القناة والصلصة اللي بتتباع في الهايبر. انا عن نفسي ما بشتريهاش، يعني انا بحب اعملها على ايدي، كل ما بتخلص بعملها تاني من الاول. انا ضفت 2 ملاعق صغيرة من الملح، و2 ملاعق صغيرة من الكمون، و0.5 ملعقة من الثوم، و0.25 ملعقة من الفلفل الاسود، وما تكتروش اكتر من كده. وكمان هنضيف مكعب واحد من المرقة، وكان الطعم حلو قوي معايا، مش محتاج اكتر من مكعب. تمام كده، كل ده احنا بنثبت التسبيكة بتاعتنا بتاعت المكرونة. ما تستعجلوش، قلبوا فيها كويس علشان كل ما تسبكوها اكتر بتديكم طعم جميل اكتر، وكمان ما بيبقاش فيها نسبة حموضة. على فكرة اضافة الكاتشب علشان فيه نسبة سكر طبعا بتعادل الحموضة خالص، فالطماطم ما بتعملش حموضة للناس اللي بتعاني من الموضوع ده. انا ضفت للمكونات اللي انا ضفتها دي حوالي 4 كوبايات كبار من المية المغلية، او حتى لو مية من الحنفية كده كده احنا هنسيبها لغاية ما تغلي. بصوا بقى غطيناها، واول ما غليت معانا كده هنبتدي نضيف دلوقتي المكرونة. انا ضفت 2 كيس من المكرونة، وزن الكيس حوالي 400 جرام. بقلبها كده، انا ضفت 2 كيس زي ما انتوا شايفين كده، كل ما اضيف كيس طبعا بديها تقليبة. هنقلبها كويس،
تمام كده زي الفل. بعد ما نقلبها كويس كده هنغطيها تمام، ونسيبها بقى في المرحلة دي على نار هادية. يعني كل ده انا كنت معلية النار، لكن في مرحلة التسوية لازم توطوا النار علشان المكرونة بالصلصة بالشكل ده، علشان فيها صلصة وسكر بتبقى قابلة لانها تلزق في الحلة او تتحرق. فانتوا كل شوية زي ما انتوا شايفين كده المراحل انا حطها لكم بالتفصيل، كل شوية هنفتح الحلة كل دقيقتين بالظبط هنفتح الحلة وهنديها تقليبة. شايفين القوام كل مدى ما بيتقل معانا، لان المكرونة طبعا فيها نسبة نشا، فكل ما بتقرب تستوي طبعا بتشرب نسبة المية فبتقل المية، والنشا بيخلي المكرونة تتقل معانا. شايفين المكرونة يعني شكلها يفتح النفس بشكل مش طبيعي. طبق المكرونة ده يا جماعة او طبق المبكبكة لا غنى عنه للمغتربين، للعزاب، للناس اللي بيجوعوا اخر الليل لاكلات الشتاء في الليالي الباردة. احلى حاجة مناسبة للوقت ده المبكبكة. شايفين القوام كل ما ده كل ما بتدوب الصلصة، كل ما الطماطم المكرونة تتقل معانا ويبقى شكلها حلو خالص. اول ما تلاقوها تقلت كده يعني ممكن تدوقوا المكرونة تختبروها. على فكرة لو طلعت لسه ناشفة تضيفوا كوباية، انا ضفت حوالي كوبايتين على فكرة على المقدار، يعني التوتال انا ضفت حوالي 6 كوبايات 6 مجات من المية على كيسين المكرونة. لو انتوا هتعملوا نص الكمية طبعا هتعملوا نص كل الكمية اللي انا عملتها دلوقتي. بنفضل نقلب فيها كده. على فكرة الكمية دي يا جماعة يعني تكفي حوالي 6 أفراد أو 7 أفراد مرتاحين، يعني 6 أو 7 أطباق كبار. شايفين البكبكة، بقولكوا هي دي المبكبكة. المبكبكة عشان تبقى مبكبكة لازم تكون بتبكبك كده زي ما انتوا شايفين، علشان كده سموها المبكبكة. طبعا علشان صلصة الطماطم التقيلة دي، شايفين الصلصة مع المرب مع المكرونة بقت عاملة زي المربى. انا عايزة اقول لكم شايفين المربى، شايفين الجمال بجد بجد، يعني اكلة لذيذة جدا وتفتح النفس، مفيش اتنين ممكن يختلفوا عليها حرفيا. اكلة لذيذة عموما. المبكبكة بتتعمل باللحمة، والمبكبكة عايزة اقول لكم ان هي ترجع للاصول الليبية، يعني هي مشهورة في ليبيا اكتر من اي مكان تاني، ومؤخرا طبعا اشتهرت في مصر. اكلة لذيذة وخفيفة جدا صدقوني، يعني كلها يعني كل الاكلة ما اخدتش معايا حوالي 3 ساعة من اول ما ابتديت. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون نالت رضاكم، بس لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وكومنتات كتير عشان الفيديوهات بتاعتنا توصل لاكبر عدد من الاصدقاء والكل يستفيد معانا. كنت مبسوطة قوي معاكم النهاردة، وبإذن الله هنتقابل بوصفات جديدة ومتنوعة على مطبخكم، مطبخ نهاية فاروق.